اللهم امين، اللهم امين يا رب. السلام ورحمه الله ودي كدير لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الناس ما تنعرفهمش وجاو اليوم الجلسه على قبلنا، الحمد لله جاو اجرونا، والله يثبت لهم تما الاجر. هادشي اللي كنقول لهم اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. كيف كانت المرافعه ديال الدفاع ديالكم؟ كيفاش شفتي هذه المرافعه؟ الحمد لله تترافع على شي حاجه صحيحه، ما فيها كذوب، ما فيها غش، ما فيها حتى شي حاجه. الواقع كيدافع على الواقع. حنا تكلمنا في ولدنا نيت بصح ما كذبش، خواتاته راه تاهما تكلموا فيه، ولكن لله ما اعطى لله ما اخذ. انا غير بغيت حق ولدي والحق ديال عباد الله كامل اللي كان تتعدى عليهم الدري، هادشي اللي بغيت. دابا ملي غياخذ جزاءه غنكون انا الحمد لله مطمئنه. ملي كانت المرافعه ديال النيابه العامه شفنا كنتي كتبكي، ما كذبش عليك. راه باش يقول لك وكيل كيقول لك رئيس النيابه العامه كيقول لك رحم الله وشهيد، هادي باش كتحسي؟ راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، حبب فيه خلقه، نعمه من عند الله. أول نعمه من عنده، غزو في الدنيا غزو في الآخرة بإذن الله. هاد القاعة وعندي إحساس، عندي إحساس غناخد حقي، وإحساسي ما خيبنيش الحمد لله، إحساسي ما خيبنيش، حمد الله وشكرتو على كلشي، غناخد حقي بإذن الله، وغنكون مرتاحة، وما نخليش يعاود يتعدى على واحد آخر، هادشي اللي كنت باغا نوصل، ما همتني حتى شي حاجة ما همتني. هاد الشهر كريم دوزتيه، أول شهر كدوزيه بلا بطل. صعيب 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 بزاف، صعيب. والله تنقول لك انا ما طبلها ما بقاتش في هذيك الضحكه ديال ولدي، خسرت ليا الحمد لله. الحمد لله تكلم على الخصاص، تكلم كذلك ان يعني هذاك المتهم ولو اعترف يعني ما غيرش الاقوال ديالو، انكم ما غتنازلوش ليه؟ لا ما نتنازلوش على حقنا، انا ما نتنازلش، قلت لك لاخر نفس. يعني راشت واحد الاخبار ان لا 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 انا ما غنتنازلش على حق ولدي، انا كنت نقولها فعلا، انا حق ولدي من اي متهم، اذا بدنا نتسال العقوبه. بالنسبه للقصاص هذاك هو اللي غيريحني، هو الحلم ديالي اللي كان سنسى لي دابا هي ياخذ القصاص ديالي. اش حسوا اللي حسيت به انا؟ حسوا بداكشي اللي حسيت به، باقا كنحس بيه تما شهرات، انا راه كل ليله كنعيش صدمة ولدي، الحمد لله وشكرا لله.